مثال من الكتاب ومثال وزاري مقطوع جزء من عنده، ما أخذنا موضوع القطع الزائد، أخذنا جزء من السؤال في سنة 2017 في الدور الثالث. لاحظ القواعد مالت الحل، حتى نكمل السؤال شلون نستعين بالرسم. هنا السؤال طلب رسم، ثم ارسمه على معلومات السؤال. أيضا هنا أيضا رسم هذا سؤال الكتاب نصا، خلينا نشوف المعلومات شلون توصل من أتها إلى حلول بقية الأمثلة أو التمارين. المثال نفسه، قطع مكافئ معادلته أي أكس تربيع زائد 8 واي يمر بالنقطة، كل نقطة تنتمي للقطع تحقق معادلته، لأن المطلوب من عندنا إيجاد الرمز أي. راح يصير الحل بهذا الشكل، بدل أن نكتب الملاحظة بالعربي نطبقها بهذا الترتيب. 1 2 هذه النقطة تنتمي للقطع المعلوم اللي اسمه أي أكس تربيع زائدا 8 واي يساوي 0، كل نقطة تنتمي للقطع تحقق معادلة التعويض مباشر. النقطة عبارة عن اكس واي، هاي الاكس وهاي الواي، لاحظ وهنا راح يصير التعويض، راح يصير اي مضروبة في 1 تربيع زائد 8 مضروبة في 2 يساوي الناتج 0. ابسط الناتج راح يصير الاي تساوي سالب 16، 8 في 2 16 ونقلتها للجهة الثانية. يعني تعويض وتبسيط، هذا الاختصار وارد في الوزاري ومقبول أيضا. أوجدنا قيمة الأي. 2 إيجاد بؤرته ودليله، نعوض قيمة الأي وين؟ في المعادلة الأصلية، راح يصير بهذا الشكل سالب 16 إكس تربيع زائد 8 واي يساوي 0. القطع اسمه لو واي تربيع لو إكس تربيع، إذا هنا نقسم على المعامل العددي، القسمة الأفضل تكون بهذه الصورة، ومن عندها نحصل أن سالب 16 إكس تربيع، لاحظ أنقل هذا العدد للجهة الثانية راح يصير عندنا سالب 8 واي، نقل وترتيب، نقسم على معامل إكس تربيع، راح إكس تربيع تساوي لنا سالب 8 واي على سالب 16. السالب تقسيم السالب موجب، عندنا هنا 8 و 16 راح نستنتج معناتها ان الاكس تربيع تساوي لنا نصف الواي. لاحظ بهذا الشكل. هذه هي المعادلة القياسية. المطلوب من عندنا البؤرة والدليل، البؤرة والدليل. نقارن هذه المعادلة بالمعادلة القياسية الصادية اللي هي اكس تربيع تساوي لنا 4 بواي. مقارنة بين المعادلة القياسية والمعادلة اللي حصل عليها في السؤال. من أتى نستنتج، لاحظ هنا الاستنتاج 4b يساوي لنا نصف الطالب عليه هنا. أما أن يقسم على 4 واستفاد من خواص التناسب، 2 يضرب في 1 على 4، لاحظ بهذا الشكل، وأيهما أفضل للطالب، طبقنا القواعد بهذا الشكل. من أتى نستنتج أن البي تساوي لنا 1 على 8. أما نقسم على 4 ونستفاد من خواص التناسب، أو نستخدم هنا الفكرة الثانية مع عملية التبسيط. بما أن البؤرة هنا لاحظ قيمتها موجبة لكل بي أكبر من الصفر، دائما البؤرة موجبة موقعها حسب 4 على 4، لاحظ بهذا الشكل. من أتى نحصل أن البؤرة صادية، البؤرة صادية، لاحظ بهذا الشكل، فصار عندنا 0 بي، ومن أتى نحصل أن الأف 0 بـ1 على 8. الدليل عكس البؤرة، الدليل هنا إذا هاي أكس فهذه واي، فصار عندنا الواي يساوي لنا سالب البي، ومن عندنا نحصل الواي يساوي لنا سالب 1 على 8. الطالب من يشوف الكسور يحس أكو بيه صعوبة، ما يحتاج أبدا. هنا نكبر الرسم، معلومات الرسم هسه بهذا الشكل ونوضحها. السؤال طلب من عندي رسم، ما راح اخذ اي نقاط، راح ارسمه بمعلومات السؤال اللي موجوده متوفره كافيه. لاحظ هنا الاجابه، محور السينات، محور الصادات،
النقاط عندنا لاحظوا ثمن 1/80 نحتاج هنا دقة في الرسم، خلي يكون عندنا لهنا 1 لهنا 2 أكبر المقياس مالت الرسم، وهذا الطالب مر علي هذا الموضوع، هنا 1 هنا 2 أيضا هنا 1 هنا 2 هنا 1 هنا 2 لاحظ تكبير الرسم شلون يكون بهذه الصورة، لأن عندنا كسور أو جذور، هي الطريقة الأفضل لإيجاد النتائج. من عندها نسقط البؤرة صفر، وعندنا هنا ثمن، المنطقة المحصورة بين الصفر والواحد اللي هي رأسه نقطة الأصل، هنا صار عندنا نص بين الصفر والواحد، هنا صار عندنا ربع، وهنا صار عندنا الثمن. لاحظ هنا البؤرة في هذا المكان، يكفي أن نكتب فقط حرف واحد كافي للبؤرة. الدليل بالعكس، بين النقطة صفر وسالب واحد هذا المنتصف، هذا هنا ربع، هنا يصير عندنا الثمن. لاحظ حتى يصير الرسم واضح بهذا الشكل، هذا هو الدليل. هنا حرف دي دايركت، الواي تساوي لنا سالب 1/8. بعدها عندنا نقطة معلومة يمر بها القطع، هي 1 2، هذا الواحد على محور السينات واثنين على محور الصادات للأعلى، هذه هي النقطة 1 2 اللي يمر بها القطع، قطع معادلته يمر بالنقطة، لاحظ رأسه نقطة الأصل منا، راح نشير إلى باللون الأحمر، لاحظوا وياي، واستفاد من خاصية ثانية راح أوضحها هسه. هذا جزء من القطع، إذن الجزء الثاني هو هذا. السبب القطع متناظر، ما يحتاج أي نقاط إضافية، اللي يشوفها راسم نقاط معناه ناقله من ملزمة ثانية. هذا السر كلش كذا، لأن هنا المثال السابق اللي حليناه وضحنا أن القطع متناظر حول المحاور الإحداثية، إذن ما فائدة التناظر ذا لأنه كل سنة نكتب وناخذ نقاط بهذا الشكل. هنا القطع متناظر حول محور الصادات، فبالحالة ما نحتاج نقاط أبدا، عندنا البؤرة، عندنا الدليل، عندنا نقطة يمر بها النقطة الثانية في الجهة الأخرى ونوصل بها. هذا رسم مالته، إذا شفت واحد مسوي اكس واي وصفر صفر وماخذ نقاط، هذا نقل من ملزمة ثانية وليس حل المدرس. نرجع للمثال الآخر، أيضا في الوزاري في سنة 2017 كان هذا السؤال في الدور الثالث، لاحظ المعلومات، وأيضا على نفس الفكرة نرسم السؤال أيضا، ومعادلة دليله، جد قيمة كي، قيمة الثابت كي، وبؤرته، ارجع كمل هنا البؤرة لنحتاج الدليل، ثم ارسمه رسم يد أيضا نفس الوقت. المعلومات المتوفرة، نكتب القطع أولا، الحل SOL، الأكس تربيع يساوي، لاحظ هنا الواي عامل مشترك، يعني صار عندنا تحليل، صار عندنا قوس 10 ناقصا 3 كي، والواي إذا الخطوة الأولى تحليل. أمثلة القطوع بالأخص القطع القليلة هنا في الموضوع هنا في بداية الدرس، لكنها تشترك في القطوع الأخرى، فأمثلتها جدا قليلة، لهذا يركزون عليها مع القطوع المشتركة، مع القطع الناقص ومع القطع الزائد. نقارن هذه المعادلة مع المعادلة القياسية اللي هي X تربيع صار عندنا 4BY، لاحظ قطع صادي، من عنده أستنتج أن 4B يساوي لنا 10 ناقصا 3 كي، أقسم على 4 نفس الخطوات السابقة، من عنده نحصل أن البي تساوي لنا 10 ناقصا 3 كي على 4، لكل بي أكبر من الصفر البؤرة دائما موجبة، موقعها حسب النظام الإحداثي. الملاحظة الثانية، البؤرة شكلها بهذا المكان F، بؤرة
اقتصادية موجبة منها صفر و ب. من عدة استنتج أن الاف هي صفر وعشرة ناقصا ثلاثة كي على أربعة. الدليل واي يساوي، الواي يساوي أن سالب البي، أي أن هذا الناتج مسبوق بإشارة سالبة. الواي معلومة الدليل، لاحظ هاي معادلة الدليل. يصير عندنا الاثنين كي يتمثل عندنا الدليل اللي يتمثل حرف الواي تعادل سالب البؤرة، الناتج يساوي سالب القوس اللي هو موجود عندنا عشرة ناقصا ثلاثة كي على أربعة. من عندنا نحصل قيمة الكي. هنا صار عندنا حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين ثمانية كي على اعتبار المقام واحد يساوي لنا سالب عشرة إشارة توزيعية، لاحظ زائدا ثلاثة كي، السالب في السالب موجب. أنقل ثلاثة كي للجهة الثانية، ثمانية كي ناقصا ثلاثة كي يساوي لنا سالب عشرة، بقت مكانهم راس عندنا خمسة كي يساوي لنا سالب عشرة، من عندها الكي تساوي لنا سالب عشرة على خمسة وتساوي لنا سالب اثنين. نجد قيمة الكي، حصلنا قيمة الكي أولا. ثانيا بؤرته، رجعنا للبؤرة نطلع البؤرة هنا F، فصارتنا صفر محلها بطريقة مختصرة. قيمة الكي سالب اثنين، سالب في السالب موجب، ثلاثة في اثنين ستة وعشرة، ستة عشر على أربعة، ستة عشر على أربعة صار عندنا أربعة، أربعة هنا F صفر بأربعة. الملاحظة الأخيرة قال ثم ارسمه، يحتاج من عندنا رسم. بالرسم نحتاج من عندنا المعادلة القياسية حتى نعرف رسمنا للأعلى للأسفل لليمين لليسار. طبق في القاعدة القياسية اللي رسمناها هاي، لاحظ هاي معادلتنا القياسية. راح يصير عندنا الأكس تربيع، صار عندنا أربعة في قيمة البي 16 و هذه المعادلة القياسية اللي راح نرسم عليها السؤال. النقطة صفر صفر ما نحتاجها لأن رأسه نقطة الأصل. هنا ناخذ نقاط ثانية، هنا الإكس، هنا الواي، ناخذ هنا لاحظ الإحداثيات للواي، هنا العملية معكوسة، لاحظ المعادلة. ملاحظة ثانية، إذا حصلت هنا حصلنا إشارة سالبة، ناخذ سالب حتى صرنا لا يجوز ناخذ جذور تربيعية سالبة، فناخذ اعداد سالبه حتى يصير السالب في السالب موجب، نطبق القواعد. هنا نختار الواي واحد، الواي واحد راح يصير عندنا زائد ناقص اربعه. لاحظ بهذا الشكل اقدر اسوي التعويض بالجانب بهذا الترتيب. صار عندنا الاكس تربيع يساوي لنا 16 في واحد، ان الاكس يساوي لنا زائد ناقص اربعه. ثانيا الواي نص، أقدر أخذ ربع مثل ما رسمنا قبل شوي، لاحظ بهذا الترتيب ربع، راح يصير عندنا هنا 16 تروح إلى 4 يصير 4، راح يصير الإكس تربيع يساوي لنا 4، يعني الإكس يساوي لنا زائد ناقص 2. لا يتخوف الطالب من الكسور أو الجذور أبدا، عملية جدا سهلة. نرسم الشكل بأربعة نقاط ورأسه نقطة الأصل، ما يحتاج نسوي مجموعة كبيرة من النقاط. الرسم راح يكون بالشكل التالي، هذا هو النظام الإحداثي. ايضا اكبر الرسم لان عندنا ربع ونصف ثلث، هذه الارقام البسيطه، هذا محور السينات، هذا محور الصادات، راسه نقطه الاصل، هاي نقطه الاصل، القطع مالتي صادي من معادله القياسيه بين ومن البؤره ايضا، لاحظ ومن الدليل ايضا، هاي ثلاث علامات
نعرف القطع من عدها إذا كان سيني أو صادي، البؤرة، المعادلة القياسية والدليل. إذا توفرت بها رموز إلا بعد التعويض، أما الدليل والبؤرة فيكون عندنا جواب قطعي. النقاط اللي عندنا هسه هنا لاحظ 4 1 1 2 3 4 1 سالب 4 1 نفس الاستقامة، هاي النقطة هي 4 1، النقطة الثانية سالب 4 1. النقطة الثانية الاكس يساوي لنا 2، هاي 2 ربع المسافة، هذا المنتصف ربع يصير اقل، هاي 2 هاي هنا ربع المسافة. هذه النقاط الثانية اشير لها اشارات بعلامة الاكس، نقاط بسيطة. نوصل من النقاط مع نقطة الاصل، راح يصبح القطع بهذا الشكل. البؤرة والدليل ايضا نقدر نرسمهن، البؤرة 0 4 0 لاحظ 4 للأعلى 1 2 3 4، الدليل بالأسفل 2 لاحظ بهذا الشكل. من عدها هذا الدليل في هذا المكان، الواي يساوي لنا سالب 4، بؤرة الأعلى موجبة هاي الاف 0 4، القطع هو هذا. المعلومات جدا بسيطة، استعانينا بمن؟ معلومات السؤال أولا ثم الكتاب. هنا النقاط نقطة الأصل ما يحتاج كل ساعة نذكرها ضمن النقاط الموجودة أصلا، حتى الاختيار أيضا لاحظ المعادلة إذا كانت تربيعية بالنسبة للإكس نختار قيم المن للواي، العملية معكوسة يكون الطالب ما يخطأ فيها. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.